اعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير عن انجازات كره الماء في نادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وارجع لحضراتكم تاني. ألعاب الماء بالأهلي، تاريخ طويل من الإنجازات القارية والعالمية. لم يكن غريبا أن يكون النادي الأهلي كعادته أول القلاع الرياضية التي حرصت على إنشاء حمام سباحة خاص بالنادي في أربعينيات القرن الماضي لخدمة أعضائه، قبل أن يتم تطويره على عدة مراحل لاحقة ليصبح النادي الأهلي أحد أبرز الأندية الرائدة التي تتمتع ببنية تحتية لخدمة أبناء النادي من أبطال وبطلات السباحة وألعاب الماء، وتقديمهم للمنتخبات الوطنية لرفع راية الوطن في المحافل الدولية والإقليمية في إطار دوره التاريخي بإمداد الرياضة المصرية بالأبطال في كافة الألعاب. فكان من الطبيعي أن نجد 9 نسور أهلاوية ضمن صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافتها المغرب، ونجح أبطال وبطلات الأهلي في حصد 9 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية. البداية مع صائدة الذهب هانيا مورو التي نجحت في معانقة المعدن النفيس في 4 مناسبات لتجلب لمصر 4 ميداليات ذهبية في البطولة القارية في سباقات 200 متر، 400 متر، 800 متر و1500 متر، في إنجاز تاريخي لا يقدر عليه إلا أحد أبناء النادي الأهلي. أحمد أكرم سباح النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي عانق المعدن النفيس في مناسبتين في سباقي 400 متر و800 متر، واكتفى بحصد برونزية سباق 200 متر. وكذلك صار علي خلف الله على درب رفاقه ونجح في حصد 3 ميداليات متنوعة، ذهبية 50 متر حرة وفضية 100 متر حرة، واكتفى ببرونزية 50 متر فراشة. وحضر عبد الرحمن سامح حضورا مميزا كعادة أبناء النادي الأهلي، ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، فيما حقق زميله محمد سامي ذهبية 50 متر ظهر وفضية 100 متر ظهر، إضافة إلى برونزيات أحمد حمدي وسارة سليمان. كرة الماء شهدت تفوق أبناء النادي الأهلي على صعيد الدرجة الأولى بعدما نجحوا في تحقيق لقب بطولة كأس مصر وحصول مصطفى سامح على لقب أفضل حارس، إلى جانب نجاح مرحلتي 2001 و2002 في تحقيق لقب بطولة الجمهورية وحصول وليد عزت على لقب أفضل مدرب. وعلى صعيد السباحة التوقيعية، فقد فرضت بنات النادي في السباحة التوقيعية أنفسهن على تشكيلة منتخب مصر الذي كان من المقرر أن يشارك في بطولة العالم، وهن ملك إياد، فرح الأنصاري، وسندس أحمد، بالإضافة للنتائج المتميزة على صعيد المسابقات المحلية. ولم يكن غريبا أن نجد تفوق أبناء وبنات الأهلي في رياضة الغطس وتقلد الميداليات المتنوعة في مختلف المراحل للرجال وكذلك السيدات، لتستمر رحلة تفوق قطاع السباحة وألعاب الماء داخل جدران النادي الأعرق في الشرق الأوسط.